في بعض التغييرات تعتبر تغييرات مقبولة، نفس مثلا السحاب أضاف جمالية معينة للسحاب، بس بنفس الوقت الحفاظ على الهوية الأصلية للثوب، ما احنا ضدها أبدا، هي يعني أضافت جمالية للثوب بالإضافة إلى أنها زادت الثوب عملية، يعني ممكن استخدام الثوب في أكثر من مكان، وبنفس الوقت حافظت على الهوية الأصلية للثوب. في بعض التغييرات ممكن تكون مرفوضة إلى حد معين إذا كانت شوي زيادة أو كانت أوفر بنسبة معينة، مثل بعض التطريزات، يعني هي ممكن في بعض الناس تفضلها، أما أنا بالنسبة لي صراحة إذا كانت تطريزات مقبولة لا بالعكس، يضيف جمالية نفس يعني يضيف جمالية للثوب. إذا كانت أوفر لا، يعني ممكن تأخذ شوي من الهوية الأصلية للثوب. أكثر الطلبات توصلنا في الثياب هو السحاب مؤخرا، يعتبر هذا شيء جديد، لأن لما نتكلم قبل 5 سنين 10 سنين قبل كان ما في شيء اسمه سحاب على الثوب مثل هذا، أول كان الموضوع كله أزارير، لكن السحاب شيء جديد وعملي وسلس جدا، يعني سهل بالرفع والتقفيرة. والشيء الثاني اللي ينطلب من الزباين هو التطريز، لكن احنا نحاول دائما ما نخرج خارج إطار المعتاد بالتطريز ونخليه شوي يعني محدود. والله فيها أشكال وفيها يعني مزايا كثيرة، يعني زي التطريز زي السحاب، لون الثوب يعني يكون سكري، كل واحد له ذوق يعني، لكن يعني اللي يناسبني أنا شخصيا سكري ويعني يكون كبك. الثوب عموما في ثوب رسمي وثوب الكاجوال اللي استعمال يومي، الثياب الرسمية تدري مفروض قلابها رسمي، الأزرار ما هو بسحاب، سادها وكبك، تدري الثوب السعودي مفروض الخطوط فيه تكون رسمية، ما فيه مثلا لا يكون من الثياب اللي فيها حروف، ولا مثلا لا يكون فيها مثلا زينة اللي مبالغ فيها. خلاص بدي فكها يعني كان Gracias.